الصراط المقرد. يا عيني، ايه كتبوا عليه انه هذا بيت؟ شوفي هالحيطان كلها رطبه وبوابه مكسره. اي والله طرقات ضيعتنا احسن من هي الطرقات بمئة مره. ايه معك حق يا خديجه، يلا يلا نروح طالما هيك بلا ما نسحب. انت انزعجتي ما هيك؟ انزعجتي من حكي لانك ما عاد فيكي تخلصي منا ما هيك يا حبيبتي؟ ليش انا هلا شو حكيت معك يا خديجه؟ انا شو حكيت؟ حاجتك زهره، حارتنا ضيقه ومنعرف بعض، انت متضايقه منا، احكي هيك اختي، احكيها لا تنزعجي احكيها. انت شبك يا خديجه؟ عارفانه شو عم تحكي؟ بالله انت عارفانه شو عم تحكي؟ اوه قاعده عم تبهدلي فيي مثل اولاد. عوض ما تقولي هاي بنت حماية ضلت 3 اشهر عم تخدم فيه ولازم تحمليني عكفوف الراحه لانه جوزي هرب بسببكم. خديجه انا فهمانتك، ايه فهمانتك، ايه الافضل كل واحد يقلع شوكه بايده. انت مفكره تعالجي جروحك بجروحي بس ما فيكي خديجه. مو انا اللي شعلت لك الحريقه بحياتك، هذا جوزك جوزك جوزك. كل الناس عارفانين وكاشفته إلا أنا ما عرفته. أهل الضيعة والجيران والمعارف والضيعة اللي حوالينا كلهم كانوا شايفينه وعارفانينه إلا أنا ما عرفته. زهرة أنا قضيت شبابي جنبه وما عرفته على حقيقته منه. خلص لبقى تزعل، خلص يا بعدش. شو أعمل يا رب؟ زهرة يلي حكينا رح يضل بيناتنا مو هيك؟ ايه طبعا يا أختي، لكن شو هالحكي هاد؟ شو محمد كمان مو جاي على العشاء؟ مبين زعلان لأنه أخذنا له الحاف وفرشته. شو هالحكي هاد؟ يعني محمد وعنده شغل. طيب يا زهرة وين عمر؟ أخ يا رضا ما عم بقدر فوته من برا، كتير مشتاق لرفقاته وأنا تركته، شو ساوي له؟ إيه حكولي لشوف كيف لقيتوا البيت. والله يا أخي يا ريتك أنت كمان إجيت معنا، طلعنا وطلعنا وشفنا إنه البيت ما بيستاهل هالمصاري. ليش اكذب عليك؟ والله عم لاقيها تقيلة اني اعيش بالاجار بعد هالعمر. ما في داعي يا خديجة، ما في داعي يا اختي، كأنه في شي حدا راكد وراكم بالعصاية. ها بكرة رح ينتقلوا من الشقة العاشرة، صاحب الشقة ترجاني انه بس يطلع المستاجر يتنظف البيت بشكل كتير منيح، قال على الحارق بده يسلمها للمكتب العقاري. زهرة أنت لا تعزبي حالك، البنات رح يقوموا بهالشغل لحالهم. يا أخي أنا شو عم ساوي هون؟ بطلع وبساعد البنات، المهم زهرة ما تتعب حالها. عادي أمي عادي. لا أنا بشوف. لا أمي أنا بشوف. شو؟ تردي انصرعنا. نعم فريحة طلع شوي لفوق. جاي خير؟ شوفي قليلي شو إلك انت فوق؟ جان صعب تناديلي أبي. قليلي شو بدها؟ لك هالبنت مو رفيقتها؟ ايه رفيقتها لك. ايه رفيقتها. فريحة كان المفروض انا اعرف كل شيء من وقت ما شفتك انت جنبه. قديش كنتوا مو حقيقيين. انتي كيف قدرتي تنجحي بكل هدول الشغلات؟ ما كنتي قدرتي تاخدي لو ما كنتي اخده شخصيتي. جانسو انا بحياتي ما كنت بشخصيتك ولا مره.
ما ضل شي بخصني أنا وما استغليتي بيتي عائلتي حتى الأوتيل ما ضل شي ما استغليتي فريحة. إنه كل هالكذبات ما حكيتهم لحتى أكون بشخصيتك، إن صدقتي ولا بكيفك ما فيك تغيري شي. آسفة بس ما كون ضايقتك لأنه انكشفوا كذباتك وبينتي على حقيقتك. زهرة، ها؟ شو ما بدك تاكلي؟ أنا رح أطلع لفوق. هلأ جانسو بتكون عم ندور على شي من غراضة وفريحة ما رح تعرف، بروح بشوفهم وبرجع. رضا أنا هلأ راجعة. الفريحة ما بتعرف طول ما بتلعب بإيدهم. فريحة لتكوني عن جد صدقتي حالك، أنت كذبتي الكذبة وصدقتيها. أنا شفتكم ليلة عيد ميلاده لأمير، كنتي معه وشفتكم عم تتباوسوا. يعني أنت كنتي هناك بالنادي لهيك رحتي على المستشفى مو هيك؟ اجتك الكريزة مريضة. أنت اللي عم تحكي هالحكي؟ أنا مريضة؟ أنت كذابة وليه؟ مفكرة حالك الأميرة اللي ماسكة بإيد ولي العهد مو هيك؟ فريحة أنت كذبة وكذبة كبيرة كمان. كل شي كان حقيقي جانسو، اللي عشته مع أمير كان حقيقة، إن صدقتي ولا لا. فريحة أنت مانك حقيقة. فريحة خالة زهرة، أي طبعا أنت كمان كنت بتعرفي وكنت مصدقة إنه بنتك رح تاخد الأمير يلي على حصان أبيض. عن جد أنتو صدقتوا إنه رح يطلعكم من تحت؟ كنتي وحدة وحدة. فريحة امشي بك. مريضة. امشي فريحة امشي. خلاص كل شي خلاص، انكشفت كل حكايتكم المزيفة. خلاص امشي قلتلك يلا. يا ريت لو كان فيني ضل مخبيتك بحضني هيك، يا ريتني حضنتك وحطيتك تحت جناحاتي. أنا ما سخيت فيكي بس ليكي كيف هني عم يسخوا فيكي. فريحة نحن عملنا يلي ما كان لازم ينعمل، لنقول أنتي صبية طيب وأنا وحدة عمرها هالعمر شردت أنا وياكي بنفس الحلم. كل الحق علي أنا لأنه كان المفروض وقفك من أول لحظة. أمي لا تحكي وكأنه كل شيء انتهى، ممكن نبلش من جديد. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.